احنا كنتواجدوا هنا في هذه المحطه، هذه هي محطه ديال طبيعه الحال ديال الكرمه، مسمى بالكرمه، كبديل هذه المشاكل اللي كنعيشوها دائما. ما عرفناش شكون المسؤول على هذه المشاكل اللي كنعيشوها، هذه الحروب الطرقعيه اللي دائما اللي كنعيشوها داخل هذه المحطه هذه، مع النقل السياحي كيف ما كتشوفوا، ها هي اشاره النقل السياحي منع الاخوان الطاكسيات انهم يوقفوا في المحطه ديالهم. كانوا واقفين كان من النظام ديالهم اتجاه المدينه العين السبع واتجاه المحمديه كذلك، اليوم كيتفاجئوا بالمنع ديالهم داخل المحطه ديالهم، مع العلم ان النقل السياحي منوع عليه يوقف في الشارع العام، عنده محطات ديالو خاصه به، يعني كيمشي بالفوتشر مانيفيس ملي كتبلغ من طرف لاجونس دو فواياج. وهنا كنشوفوا هاد المشاكل اللي كنشوفوها، فوق من 30 سياره 20 سياره كتوقف ديال النقل السياحي في الشارع العام قدام انظار ديال الامن. وحنا اليوم كنوجهوا هاد الرساله للناس المسؤولين، تدخل العاجل والفوري حسب المرسوم اللي عندهم ديال النقل السياحي. خويا المشكل عندنا واحد المشكل مطروح هنا في هاد المحطه، في محطات عده على صعيد ولايه الدار البيضاء، بالنسبه لهذا ما يسمى بالنقل السياحي، لانه كيتهجموا على محطه ديال سيارات الاجره بصفه غير قانونيه، وكيقولوا بان عندهم حق في هاد المحطه، والمحطه مرخصه في مجلس المدينه باسم سيارات الاجره من الصنف الاول. هاد الناس كيجيو بطريقه غير شرعيه، والناس المسؤولين اللي كيواكبوا هذا المشكل فراسهم بهاد الناس ما عندهم اي حق، لان الحق اللي عندهم تابع للوكاله ديالو، كيخرج بواحد الوثيقه اللي بسميه الزبون ديالو من الوكاله ديالهم اللي خارجه بسميتها هذيك السياره ما يسمى بالنقل السياحي. اذا المشكل اللي عندنا هنا هو هاد الناس الى عندهم شي حق ياخذوه من عند الناس المسؤولين، ماشي يجي تهجموا لينا على المحطه ويوقفوا بصفه غير شرعيه. وهذا الشيء حنا كنطالبوا غير بالحق ديالنا، ما كنطالبوش بشي حاجه اخرى، وحنا ناس سلميين كنطالبوا بالحق ديال سيارات اجره. راه عندنا مشاكل اخرى عده ديال النقل السري، ديال التطبيقات، ديال هذاك مشكل راه هو جاي مطروح كبير من وراء هذا الشيء. هذا دابا كنطالبوا بالناس المسؤولين بالتدخل فيما هو حق. ما هاد الناس راه صحابنا وحبابنا وخوتنا، الا ويني يطالبوا بحقهم، الا عندهم شي حق ياخذوا من الناس المسؤولين، ما يجيوش باش يتهجموا على سيارات الاجره ويديوا لهم الزبائن من المحطه بصفه غير شرعيه. والله ما ان هذا منكر، راه حنا في بلاد الحق والقانون، راه البلاد زايده لقدام، راه ماشي حنا غادي نبقاو نتخاصموا على اقل من هي حاجه. وجزاكم الله بخير يا مسؤولين على هذا المشكل بالتدخل الفوري.